دقيقة حل مع فاطمة عبد الرحيم. مرحبا صباح الفل عتوينسي كلش نحويلكم، ان شاء الله صحة بخير وان شاء الله زيدة. الفيل الزين وطريق مسهل لكل الأبراج الفلكية، هو حسب التوقعات الفلكية لليوم برج الحمل كلك نشاط حيوية والحمد لله أنتمة الخير. حاليا زيدة الثور أجواء ممتازة لتحقيق حلمة تمنيتها من مدة مهيش بعيدة. الجوزين صحتنا ليك، خذ وقتك تنفس خمم مليح مليح وان شاء الله زينة. السرطان نحبك تسيس ماديا وإن شاء الله زيدة تتحدى هيك العراقيل المالية. الأسد شوية صبر، عندك انفراج مهني وعاطفي على قريب. ونصيحة دقيقة حظ للعذراء، راهي فترة مهيش مناسبة لأخذ قرارات مصيرية. الميزان ترتاح النفسية، عندك سعادة انفراج مالي. والنص الثاني من شهر سبتمبر تعيش تغييرات مهنية. العقرب راهو عندك الحظ الأخبار السعيدة والحمد لله على الطاقات الممتازة. القوس راهو عندك الفرحة، إنجازات مهمة واحتفال على قريب. وكان على الجدي راهي فرحة سعادة، اتصالات زينة، نحكيو على بيعة وشرية ونجاح مهني على قريب. الدلو لازمك تتحدد، نحبك تحدد أولوياتك ورد بالك، لا تفرض شروطك على خاطر مش كل مرة تنجم تسلكها. سيسي فضلك. ونختمو مع الحوت، انت حاليا مطالب برشا تركيز، ما نحبكش تخمم في حتى شيء، كان انه تكمل اللي بديته مهنيا.